وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود شاهين نائب رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أستاذ محمود أهلا بحضرتك، وتوقعات حول حالة الطقس خلال الأيام القادمة بإذن الله. شكرا يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالفعل بتتعرض خلال هذه الأيام لتقلبات جوية ما بين انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار وفي فترات الليل، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. بالفعل سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري، فرص الأمطار هناك من خفيفة إلى متوسطة الشدة. خلال الساعات القادمة مع بداية يوم الأحد بإذن الله هتكون فرص الأمطار على محافظات البحري وسواحلنا الشمالية وسيناء هتكون أيضا متوسطة الشدة، ومع تقدم ساعات النهار يوم الأحد بإذن الله غدا تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. بالنسبة لانخفاضات درجات الحرارة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، درجة الحرارة على سواحلنا الشمالية والوجه والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد بتتراوح خلال تقلبات جوية ما بين انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار وفي فترات الليل، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. بالفعل سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري، فرص الأمطار هناك من خفيفة إلى متوسطة الشدة. خلال الساعات القادمة مع بداية يوم الأحد بإذن الله هتكون فرص الأمطار على محافظات البحري وسواحلنا الشمالية وسيناء هتكون أيضا متوسطة الشدة، ومع تقدم ساعات النهار يوم الأحد بإذن الله غدا تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. بالنسبة لانخفاضات درجات الحرارة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، درجة الحرارة على سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد بتتراوح خلال ساعات النهار ما بين 16 و19 درجة مئوية، أما في فترات الليل فتتراوح درجة الحرارة ما بين 9 و10 درجات مئوية. أما جنوب البلاد جنوب الصعيد جنوب سيناء فدرجة الحرارة العظمى خلال فترات النهار من 19 إلى 20 درجة، وفي فترات الليل من 11 إلى 12 درجة مئوية. نعم أستاذ محمود، هل هذه درجات الحرارة المنخفضة هي حول معدلاتها أو معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام؟ طبعا احنا أقل من المعدلات، ممكن أقل بقيم طفيفة، بس طبعا الجو احنا بنقول شديد البرودة ما فيش كلام، خصوصا مع غياب أشعة الشمس وساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح واحنا خارجين لأعمالنا وأنشطتنا اليومية والمدارس والامتحانات والجامعات، فتكون حذرين جدا واحنا خارجين الصبح بدري، نكون حاطين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة الصبح واحنا خارجين، أيضا يعني ناخد بالنا واحنا خارجين من طبيعة الكتلة الهوائية اللي هنتعرض ليها الباردة واختلافها مع الكتلة الهوائية اللي موجودة داخل المنازل اللي بتكون أكثر دفئا، فلازم طبعا نبدأ تدريجيا نتعرض للهواء بشكل تدريجي لما نخرج، نفتح النوافذ نفتح السكونات بحيث ان احنا نبدا نعرف تدريجيا طبيعه الكتله الهوائيه المؤثره علينا خارج المنزل. نعم، ايضا استاذ محمود بالنسبه للشبوره المائيه صباحا هل متوقع ظهورها بكثافه؟ لا، هو ان شاء الله خلال ال 48 ساعه اللي جايه على الاقل مفيش شبوره مائيه كثيفه، شبوره مائيه طبيعيه وخفيفه وغير مؤثره على الانشطه اليوميه. احنا بنقول هيكون في فرص سقوط امطار وموجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيقلل بشكل كبير من فرص سقوط الشبوره الكثيفه. وبالنسبه لحركه الصيد يا فندم؟ حركه الصيد والملاحه البحريه في البحر الاحمر مهيئين تماما سواء كان خليج السويس او البحر الاحمر، اما البحر المتوسط نظرا لنشاط الرياح ده بيتسبب في ارتفاع الامواج نسبيا الى ما يقرب من 3 امتار في عمق البحر المتوسط، وده طبعا بيكون ليه مربوط. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ محمود شاهين نائب رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية.